FM. الكلمة ليك. معنا علي ترابلسي. علي، على طال بيك يا نبيل. صباح الخير، تحية ليك، تحية كيف السادة المستمعين. لنا نحكي شوي على الحادثة اللي وقعت يوم 4 أكتوبر تحديدا مع محمد بوزينة بالحمامات. يعني كثر عليها الكلام تقريبا. الآن هي قضية جنائية لدى المحاكم. يعني تم شكايات، نحكيه الواقع كيفاش صارت. وحسب الروايات المتعدة للهماء، يعني تم شكون يقول أنه تلميذ اعتداء على العاملة، ثم اعتداء على القائمين، ثم اعتداء لفظي واعتداء بالعنف المادي. وثم رواية أخرى من التلاميذ اللي هم كانوا حاضرين على العملية يقولوا لا، اللي العاملة هي اللي اعتدت الأولى، اللي اعتدت على التلميذ وأمه كانت حاضرة غاديكا. وثم التلميذ كان قام بردة فعل على الاعتداء اللي صار له. تقريبا كبرت الحكاية شوية مع محمد مدينة من الحمامات. الدروس قاعدة تتعدل لحد البارح العشرة متاع الصباح. الدروس قاعدة تتعدل، ثم تلاميذ يعني متعاطفين مع التلميذ اللي صارت عليه الحكاية هذه. كيف يعني نقابة القائمين كانت هابطة بيان وكانت تنكر الحكاية هذه، قدمت شكاية في الغرض بالتلميذ تقول انه اعتداء على العاملة، كيف اعتداء على القيمة العامة الموجودة بالمعهد. الحقيقة نبيل، هنا نحب نقول انه الروايات كثرت في المعهد محمد بوزينة. خلينا نفهم منك علي ترابلسي، معناتها التلميذ هذايا عنف العاملة ثم عنف القيمة العامة، والا العكس؟ معناتها أنا قلت لك روايات متعددة. أنا فيديو تقريبا اتسرب عنده تقريبا فوق 3 أيام. الفيديو فيه أنه تلميذ اعتداء بالعنف على العاملة وعلى القائمة، لكن الكلام ده يقولوا أنه قبل الاعتداء ذاك هو جاء رد فعل. يعني الاعتداء يقولوا قبل الاعتداء التلميذ كان تعرض يعني للاعتداء من قبل العاملين غاديكا، يعني في المعهد هو اللي خلاه يرد الفعل بالاعتداء بالعنف. سامحني، هنا اعتداء معناتها هو تعرض للعقاب، ما سمي بالاعتداء ولا اعتداء؟ خاطر شنو هو معناتها معهد ممكن يصير فيه دي ميزور نتاع عقاب سانكسيون، معناتها انه ولا عرفش انا، ولا انذار شفوي، ولا مطلب؟ هو كان عنده مطلب انه نقل من قسم، وكان استحب يعني الولية امه معاها للمعهد. على ما يبدو مثلا ما تمش الاستجابة للمطلب نتاعه، خلاه انه تقريبا يدخل في حاله تشنج. كيف ثم كلام يعني من هنا ومن هنا، من طرف هذا ومن طرف الاخر، ادى انه الامور تتطور واصبح انه ثم عنف، يعني عنف لفظي وعنف مادي. مش نقول حاجه انه ثم شكايه قدمت يعني من اداره المعهد كيف يعني من العامله في اللي تعرضت للعنف. كيف التلميذ واهله عندهم يعني شكايه يقولوا انه زاد هما تعرضوا للعنف من قبل العامله هذه. ثم يعني تصاور هبطت على الفيسبوك، كيف ثم مقطع نتاع فيديو. لكن الروايات كثرت الحقيقه والموضوع كبر. ولو انه اليوم نحكيوا على قضيه، نحكيوا على قضيه جنائيه لدى المحاكم، ما فماش علاش يظل تتعطل الدروس في معهد محمد بوزينة، خاصه انه ما نعرفوا نفس كل اذا تعطل الدروس ممكن يكون كان التلميذ خاسر. من يعطل الدروس؟ النقابه نتاع الاعوان والا التلاميذ؟ تقول لك احنا حاضرين ونقريو وما عندناش يعني حتى اشكال، ويقولوا انه التلاميذ هم اللي ما يحبوش يقراوا تضامنا مع التلميذ باش ما يطردش طرد نهائي. هذا علاش ما يحبوش يدخلوا يقراوا. امبارح فما شعارات ترفعت في وسط المعهد، منها شعار يعني بين قوسين مش نذكره في المباشر، اللي يقولوا فيه الاداره على الحيط بوزينة وين نمشي. شعار البوندرول موجوده في معهد محمد بوزينة. تقريبا الاوضاع يعني ما تعجبش بالكل في معهد محمد بوزينة. ثم تعاطوا انت دروس، ثم تلاميذ ما تقراش. كيف لتبدا كما قلت لك تقول انه هي قاعدين يباشروا في العمل نتاعهم، قاعدين موجودين في قاعات لتبدا، قاعدين يلتحقوا قاعات الدرس. لكن ثم تلاميذ ترفض انه تدخل تقرا تضامنا مع التلميذ، واضح زميلهم باش ما يتعرضش للطرد النهائي. كابتن الكلمة ليك.